لما كنت صغير كنت مأثر كثير بالمجتمع اللي حواليك، كنت متعصب لطائفتي. صحيح نحن مدرسة بتضاحي، ولكن في حكم مسبق، في ستيريوتايب عن هالشي واللي هو كثير غلط. كيف كأنه حدا حاسس حاله إنه إذا بيظهر من هيدي القوقعة بضيع كثير، إنه أنت مرتاح هون. أنا بذكر إنه أنا حلمي أنا وطفلي كون معلمة، وكبر الحلم وصارت حقيقة، صرت تيتشر بحب أكثر من إنه بمهنة. بس عشان ما تنسوا انتبهتوا للدسات الالكترود برا، عشان ما تفكروا بس انسى. مجرد ما المدرسه عرضت علي بروجرام يعنى بتعايش الطوائف المشترك بلبنان، ما فكرت مرتين ابدا لاقبله، لانه حسيت انه هيدا دوري انا انه اظهر من نطاق الصف وبلش انا وتلاميذي شوي شوي نتعرف على الاخر، لحتى نقدر بمحل من المحلات نكسر هاجس الطائفية ونكسر صور المنمطة اللي نحن اخذينها عن الآخر واللي الآخر اخذها عنا. لأنه مس هبة يعني بتفوت على الصف بتعطي من كل قلبها، فحبيت أنا رد لها الجميل إنه فرجيها إنه من وراك نحن عن جد بنقدر نعمل أشياء ونصير بأماكن كتير عالية. حدا بيوصل لجريد 10 بيعرف مع مس هبة أنا مش بس بهالمدرسة بهالصف، أنا ظاهر لبرا، ظاهر أتعرف على العالم. في مرحلة بيتأثر عنصر الشباب فينا بطائفية محددة، خاصة بمرحلة الجامعة. هذا الشيء أنا مرقت فيه، كنت حاسة حالي أنه أنا بس أتخرج بدي أتوظف بمدرسة أخدم فيها أولاد الطائفة. هذا الشيء قدرت أظهر منه بمساعدة من أهلي أكيد، وبمدرسة حضنتني. شيء كتير رائع يعني، بأنه تخطيت دور المعلم بالمدرسة، صارت مثل حدا رول موديل مش بس بالبيولوجي، بكل شيء بحياتنا بنعمله. مجرد أنه يتم اختيار معلمة من لبنان لأول مرة بين 50 أساتذة من العالم ويسموها معلمة عالمية من أصل 30,000 أبليكيشن من 173 دولة، هذا الشيء لحاله إنجاز. هنوصل لمحل هيدا الجيل مش بس ينادي بالسلام، هو حيحقق السلام. هيدي قصتي، انت شو قصتك؟